السلام عليكم ورحمة الله. بنات كيف توما؟ مزيانين لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم معايا اليوم، غادي نشارك معكم هذا الفيديو. شحال هذه ما عملت معكم دورة في ميركادونا، بزاف البنات دخلوا عندي خصوصا في فيديو قدامي اللي كنت مصورة معكم ميركادونا، كيدخلوا عندي يقول لي شحال ما عملتينا جولة في ميركادونا، خصوصا واحد جوج ديال الاخوات كانوا دخلوا ديك فيديو اللي كنت نزلت مره اخرى ديال الخبز، على حسب الخبز واش فيها شي دهون ولا ما فيها شي، المهم على حسب المهم داكشي ديال الدهون ديال الحلو في حشاكم، وكانوا قالوا لي ما وضعتش شي مزيان. المهم ان شاء الله غادي نشوفوا في هذا الفيديو، وما غاديش شي صورت كل شيء غادي يجي طويل طويل الفيديو، ولكن غادي نعمل صور فيديو ولكن غادي نقسمه. غادي نحاول ننزل الفيديو اليوم وغدا ان شاء الله ننزل الفيديو التتمه ديالو، هيدا باش ما يجيش فيديو طويل، ومهم ما يكونش طويل بزاف باش ما يجيش ممل وصافي. المهم غادي نمشي معكم، غنخلي الفيديو ديالي يتاخر يدي شي سخره، ويلا نمشيو على بركه الله نشوفوا الحاجات اللي فيها المواد فيها الدهون ديال الخنزير. هاتي كيس هذا مزيون، عجبوه نويفو يعني جديد، بزاف ديال الحاجات دخلوهم جدادين هذا السيمانه هذه. دائما الواحد خصو يشوف، ضروري يشوف يقرا المكونات. البنات كاينه بعض المكونات يكونوا باينين بزاف، يعني كتكون معروفه فيهم، يعني اما كتكون فيهم خيلاتينا، ما كتكونش مكتوبه يعني ديالاش خيلاتينا، ولكن كتكون غالبا كتكون ديال السردو يعني ديال الخنزير، وكاينه كيكونوا كوديغوس يعني بزاف ديال الكوديغوس. المهم بسم الله على بركه الله نبداو. اول حاجه هاد ماندالينات، هادو البنات هادو فيهم كوديغوس ديال الدهون، انا صراحه ما كنديهمش. شوف بغيت نقول لكم واحد الحاجه مهمه، لان بزاف ديال الاختلافات كاينه في هذا الشيء هذا، وخصوصا في الفيديو اللي نزلته كاينه بزاف ديال الناس يهاجموا كيقولوا لك لا داكشي ما كاينش منه، ما كاينش مؤكد. بلاس انا ما كنتاكدش عليكم ان هاد الحاجه اللي غنقول لكم فيها 100%، ولكن حاجه مادام مشكوك فيها يعني تخليك الشك فيها احسن تحيد منها وتبقى ترانكيل. كاين الحاجات ما فيهمش الصراحه الله، ماشي كلشي فيهم، بحال مثلا دابا هاد المندالينات فيها بزاف ديال الكوديغوس، احسن تجنبوهم، وصراحه فيهم الدهون، حتى الا مشيتي وكليتيهم كتحس بهم انهم فيهم يعني واحد النسبه كبيره ديال الدهون، داكشي ما صالحش مره نهائيا لا لينا الصحه ديالنا ولا وليداتنا. مثلا هاد ماندالينات هادو حنا بدي اول مره ملي كنت طلع لاسبانيا صراحه ما كنتش كنعرف هاد الشيء هذا، كنت بزاف الحاجات كليتهم وهما فيهم يعني مانتيكا دي سيردو اولا فيهم الدهون. المهم هاد ماندالينات هادو بنات ما فيهم حتى شي حاجه، ما فيهم لا كوديغوس ولا مانتيكا دي سيردو، ما فيهم حتى شي حاجه مزيان. هاد ماندالينات هادو بقاو عاقلين عليهم، لانهما ما يمكنش يعملوا كلشي، لان كاين الناس ما كياكلوش الحاجه فيها المواد الحيوانيه، ولهذا كيعملوا الحاجه اللي فيها وكاين الحاجه اللي ما كتكونش فيها. المهم هاد ماندالينات هادو البنات كما كتشوفوها هما كوديغوس ديالهم، يعني الحمد لله كاينه يعني البديل، علاش حنا نبقاو يعني نتغنوا ونقولوا ان الحاجه ما فيها شي نديوها صحه، انا ما كان يعني ما كنمثل حتى شي واحد، كل واحد حر في راسه. فقط انا عملت هذا الفيديو تحت طلب بعض الاخوات، فقط انا نوريكم الحاجه اللي كنديها انا والحاجه ما كنديهاش، يعني مادام فيها كوديغوس بزاف وبعد كوديغوس يعني بزاف بحثت عليهم ولقيت بزاف ديال الناس كيهضروا على هاد الكوديغوس كيقولوا حقا فيهم يعني الدهون ديال الحلوف، وكاينه كيقولوا يعني ماشي مأكده 100%، ولكن اللهم تجنبوا. وزعما الصراحه هاد الحال اللي قلت لكم راه كاينه بعض الحاجات كتكون فيها شي دهون ماشي عاديه ماشي عاديه، هادوك 100% كيستعملوا، لان سبحان الله الخنزير فيه الدهون بزاف، ماشي بحال الحيوانات اخرين بحال الابقار والغنم، ديك الدهون هما ما كيبغيوش يضيعوهم وكيعملوهم في الحاجات بحال هكذا باش كتبقى الحاجه مده طويله يعني رطبه وما كتخسرش وما كتقصحش. المهم هاد الكرواسات هادو البنات حتى هما عامرين بكوديغوس، ها هو فينو خصنا هاد الكوديغو هذا E472 E471 هذا، يعني يعني الا كشتو هاد الكود راه احسن ما تديوش الحاجه، وخصوصا هاد يعني هاد الكرواسات هاد الشيء هذا بزاف كيدخلوا فيه لانهم فيهم الدهون بزاف بحال اللي قلت لكم.
هاد وحتى هما بنات فيهم، والصراحة والله ما صالحين هاد الشيء، لأنهم في حالي قلتكم دهنيين بزاف، يعني فقط كتجبر هي كتجب دم يعني البلاستيكة ديالها، كتلقى يدك كامل عامر زيوت، يعني ما صالحش هادشي. هذا نحاولوا ما امكن نعدلو، في مثلا في حاد كرواسات، حاد يعني بريوش نعملو في الدار، ما كاينش بحال حاجه في الدار تعدل دغيا كتعدلو، ما كيجيو مزيان مزيان مزيانين، والحاجه صحيه كتعرف شنو كتاكل وكتوكل وليداتك. حتى هذه البنات حتى هي فيها، انا الصراحه هادو كاملين دخلتهم الدار ديالي وكليتهم انا ولادي، ولكن غير عرفت ان كاين داك الشيء كيعملوا فيه الدهون، صراحه الله صافي القلب ديالي هرم منه، ما بقيتش كندخلهم. انا غادي نقول لكم الحاجه اللي كندي، كندي داك من قليل ماشي دائما البنات، هذه مزيانه ما فيها حتى شي حاجه، حتى هذه، حتى هاد المندرين هذه ما فيها لا كوريغوس، ما فيها لا ماتيكا لا حتى شي حاجه، ما فيها والو، ما كاتبين فيها حتى شي حاجه. انا قلت لكم قليل في كندخلها، هذه البنات حتى هي فيها، هذا تيراميسو البنات مزيون هذا، وفيه 400 غرام يعني لي تقريبا نص كيلو. هادو البنات كاملين فيهم مانتيكا، هادو انا واحد المرة كنت ماشا كناكل كرواسات ديال ميركادونا فيها بحال هكدا فيها الشوكولات، كناكلو كناكلا يعني ماشا في الزنقة وكناكلا، وجاتني داعبة بالي قلت راه نشوف هادي، ما عمري ما رضيت لابل واش فيها ولا ما فيهاش. ملي قلبت بديت كنقرا كنجبر يعني فيها ما فيها لا غود لا والو، فيها مانتيكا دي سيردو يعني مكتوبة مباشرة يعني مؤكدة، هادي البنات هادي. صراحة ديك الساعة شاكم تغيلف طلع لي قلب ديالي، طلع لي مشي في ديك الشيء هذاك، تما الصراحة ما دخلتها، يا ما كلينا في هذه صراحة الله، لا أنا ولا وليداتي. ها هي فينيا، وصراحة بزاف ديال المغاربة كنشوفهم كيهزوهم، يعني ما خلينا ما دوك اللي فيهم كوريغوس هذوك، يعني كيقولوا يعني ماشي مأكدين، ولكن هذو اللي كيكونوا فيهم مكتوب ماتيكا دي سيردو، يعني كتكون حاجة اللي معروفة، يعني مانتيكا يعني يدهون ديال الحلوف ماتيكا دي سيردو. وسبحان الله مادام الله سبحانه وتعالى حرم واحد الحاجه الا وفيها فيها ضروره الصحه ديالنا. كاين هاد الكيكه هادي، انا صراحه بهاد الكوديغوس واخا كيكون يعني ما عنده حتى علاقه ب يعني بالحلوف هذوك، سبحان الله فحال القلب ديالي كيتقزز منهم، ما كي كيما كتشوفوا ما فيهاش ديك يعني ديك 472 471، وما كاينه بزاف، ما كاينش غير هادو اللي قلت لكم انا. هذه البنات كتشوفوا فيها كوديغوس، وفحال قلت لكم في النهايه كل واحد كيبقى اختيار ديالو، كل واحد كي كيعرف الراسو، يعني ماشي حنايا كنقولوا هادشي باش كنقولوا للناس كامله ان هادشي ماشي مزيان، لا كل واحد كحر في راسو وياكل داكشي اللي هو كياكلو وهو مرتاح. كتشوف البنات دائما نقلبوا هاد، اي بالنسبه للناس اللي قاريين راه سهل سهله، يعني إذا شفتوا الحاجه فيها خيلاتينا يعني واخا ما كيذكروش فيش من خيلاتينا، ولكن كتكون 100% ديال الحلوف، ولا كانت مكتوبه فيها مانتيكا دي سيردو كتكون يعني الدهون ديال الحلوف، ولكن فيها كوديغوس احسن تبعد منا، يعني صراحه الله هي هذه حاجه كتكون يعني معروفه، غير اللي يبغي اللي يبغي ياكل وصافي، يعني المهم انا قلت كل واحد حر في راسو. حتى هاد الكرواسه البنات صراحه شي وهاد المندلينات البنات ما فيهم حتى شي حاجه، ما قريتو ما فيهم حتى شي مانتيكا ولا فيهم شي كوديغوس، ما فيهم والو، شوفوا تاكدوا بيدكم شوفوا.
ما فيها حتى شي حاجه، هي ودك اخرى. هادو مزيانين. صافي البنات، ان شاء الله الفيديو المقبل غادي نصوركم الخبز، لان جاتني بزاف ديال التساؤلات على الخبز. ان شاء الله كاين الخبز اللي فيها ماشي كامله اللي كيكونوا فيهم، كاين اللي فيهم وكاين اللي ما فيهمش. ان شاء الله الفيديو المقبل ان شاء الله 100% ان شاء الله ننزلوا غدا باذن الله. المهم غادي نصوركم الخبز وبعد الحلويات اللي حتى هما فيهم البنات منطقه ديال سيرتو. ان شاء الله يا ربي غادي نشوفوا كلشي في الفيديو ان شاء الله اللي غادي يكون غدا باذن الله. المهم ما تنسونيش دائما بجيمة ديالكم والتعليقات اللي كنحماق عليهم. السلام عليكم، في امان الله، في الفيديو المقبل ان شاء الله.